هواية الألعاب الذهنية. الألعاب الذهنية هواية متنوعة، فمنها ما يتعلق بالأحاجي، ومنها ما يتعلق بألعاب الرياضيات، ومنها ما يتعلق باللغة، ومنها الكلمات المتقاطعة وغيرها. وقد أحببت واحدة منها كثيرة، فهي التي ساهمت في زيادة ثروتي اللغوية، إذ أكسبتني رصيداً لغوياً غنياً، وساعدتني على التفوق في مادتي التعبير الشفهي والكتابي، ووسعت معارفي ونمت خيالي، وجعلتني أقضي أوقات فراغ مسلية ومفيدة، وأحياناً تكون الدروس جافة. أما هذه الألعاب فإنها مغرية ومفيدة، كما يمكن استغلالها في توضيح وتثبيت وإغناء ما يتلقاه التلميذ من الدروس. أخبركم بنموذج من هذه الألعاب اللغوية. أحضروا أيها الأطفال ورقة بيضاء، وارسموا عليها مستطيلاً أو مربعاً، ثم قسموه إلى خانات قد تكون 20 خانة. اكتبوا في كل خانة اسم آلة أو حيوان أو فعل من الأفعال. قصوا الورقة حسب الخانات. خلطوا هذه الأوراق في علبة، ثم اسحبوا من العلبة كلمتين. لنفترض أنكم سحبتم كلمتي بلبل وقطار. ضعوا بين هاتين الكلمتين حرف العطف واو، وبذلك تحصلون على عبارة القطار والبلبل، أو البلبل والقطار، فتكونون قد حصلتم على عنوان قصة. تخيلوا بعض الأحداث التي يمكن أن تربط القطار بالبلبل، وتخيلوا شخصيات أخرى واربطوا بينها، ثم أجروا حوارا بين أبطال القصة، وسوف تحصلون على قصة من تأليفكم.